المرأة مظلومة. لنقفل هذا الملف قبل ما نتكلم عن الحب ومشاعر الحب والقلب، نصيحة تديها للمشاهدين للرجل والمرأة في هذا الإطار، بتقول لهم إيه والكاميرا دي بتاعتك؟ سأظل أردد أن حين أحب امرأة أحبها بصدق، بعفوية، بطفولة، ومش هبقى محمود حميدة أبدا. أتصور أن الحب أسمى المشاعر البشرية، وأن التمثيل ينجح لفترة ثم يسقط في الطريق. من حق المرأة أن تعيش بشكل جيد شريطة أن تحافظ على مزاجها العام، وتتحكم بشدة فيما يمكن أن يسمى بأثر الهرمونات، أي الذبذبة في الرأي، أي الملل السريع، أي التورط في خناقات تودي بحياتها وتوصلها إلى شاطئ اسمه شاطئ الطلاق، حيث الوحدة الشديدة والاكتئاب والعذاب والضنا والندم.